وكالة رويترز كشفت معلومات جديدة ومثيرة حول هذا المنزل الكبير الذي قصف بالصواريخ البالستية الإيرانية في أربيل في 13 من مارس الحالي. وهذا المنزل الآن وبمعلومات وتحليلات حديثة من قبل الانتل لاب أكدت بأن طبيعة الصواريخ البالستية التي سقطت وعددها بالضبط على هذا المنزل هي تأتي كسبعة صواريخ بهذا الاتجاه. صاروخ واحد هو لم يضرب الهدف طبعا كما هو واضح، ولكن البقية تقريبا أغلب هذه الصواريخ سقطت على هذه الفيلا الكبيرة. وهذه الفيلا الكبيرة التي نتحدث عنها أو المنزل هو تابع كما أصبح هو معروفا إلى رجل الأعمال العراقي الكردي الشيخ باز رؤوف كريم، وهو طبعا المدير التنفيذي لمؤسسة أو مجموعة كار التي تهتم في المشاريع الاستراتيجية المتعلقة في الطاقة. وعندما نتحدث عن الطاقة نتحدث عن الغاز، عن الكهرباء، عن النفط وما شابه ذلك من مصادر الطاقة. رويترز وما تحدثت عنه هي تحصلت على تصريحات مثيرة حول ما جرى كما تحدثنا بكل تأكيد من عدد من المسؤولين، إن كانوا مسؤولين أمنيين أو سياسيين أو حكوميين على المستوى العراقي والتركي والغربي حول ما جرى. وما طبعا ما تضمنته من تصريحات ومعلومات حول هذا الموضوع الذي نشر طبعا يوم أمس من خلال المسؤول الأمني العراقي الذي لم يذكر اسمه إلى رويترز، هو أكد بأن كان هنالك اجتماعين في منزل الشيخ باز، وهذه الاجتماعات هي كانت بين الشيخ باز مع مسؤولين أمريكيين ومسؤولين إسرائيليين، ولكن هؤلاء المسؤولين هم ليسوا لهم وليست لهم علاقة بالموساد أو بالCIA الأمريكي أو غيرها، ما ذكره التقرير. وهذا المسؤول الأمني العراقي أكد بأن هؤلاء المسؤولين هم مرتبطون مباشرة بقطاع الطاقة وهم متخصصين بقطاع الطاقة، وبالتالي الكلام عن الطاقة هنا. وكانت ومن خلال هذا المسؤول أكد بأن هذه الاجتماعات هي كانت متعلقة بعملية تصدير الغاز الطبيعي من إقليم كردستان إلى تركيا، هذه هي كانت المضامين. كذلك كانت هنالك تصريحات أخرى قادمة من مسؤولين تركيين أيضا لم يصرحوا باسمهم، أكدوا هذه التفاصيل، أكدوا هذه الاجتماعات، ولكنهم لم يؤكدوا الموقع الذي تمت فيه الاجتماعات بذاته. وبالتالي هنالك شك خلق من قبل هذين المسؤولين طبعا التركيين، ولكن ما أكدوه وأضافوه من معلومة بأن الغاز الطبيعي لن يذهب فقط إلى تركيا من إقليم كردستان من خلال هذا المشروع الذي نقش من خلال هذه الاجتماعات، ولكن بأنه أيضا سيذهب إلى أوروبا بالنسبة إلى هذا الغاز الطبيعي. كذلك كانت هنالك تصريحات من مسؤول غربي وهو تحديدا مسؤول أمريكي مطلع على هذه التفاصيل مع المسؤول الأمني العراقي، أكدوا بأن الشيخ باز رؤوف كريم هو يعمل ويشرف على أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي قادم من إقليم كردستان إلى تركيا، ولكن المشروع لم ينتهي حتى هذه اللحظة من جانب إقليم كردستان، ولكن من الجانب التركي هو مكتمل وجاهز. وكذلك كانت هنالك أيضا تصريحات من مسؤول حكومي عراقي ودبلوماسي غربي موجود في العراق حول الشيخ باز وطبيعة الاجتماعات التي يقوم بها إلى رويترز. وقال هذان طبعا المسؤولان البرزنجي معروف باستضافته مسؤولين أجانب ورجال أعمال في منزله، بالتالي نحن نتحدث هنا عن طبيعة اجتماعات اقتصادية متعلقة بالغاز لا علاقة لها في قضايا الموساد أو CIA أو غيرها كما ورد في وكالة رويترز من هذه التفاصيل. ولكن رويترز مع ذلك هي توجهت مباشرة وطلبت عددا من التعليقات، طلبت من عدد من الأطراف أن تعلق على طبيعة هذه المعلومات، وجاء الرد سريعا قادما من المكتب الخاص أو مكتب رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان البرزاني، الذي أكد المكتب بأن ليس هنالك أي صحة لطبيعة مثل هذه الاجتماعات إن كانت مع مسؤولين إسرائيليين أو مسؤولين أمريكيين في هذا المنزل تحديدا. كذلك ذهبت رويترز إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية ردت على هذا الموضوع، ولكنها قالت بأن ليس لديها أي علم حول هذه القضية بأي شكل من الأشكال. كذلك رويترز أيضا ذهبت إلى وزارة الخارجية الإيرانية وطلبت منها تعليقات، ولكن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت أو بالأحرى لم تعلق على هذا الموضوع، ولكن كان هنالك مسؤولا إيرانيا كبيرا
لم يصرح باسمه مرة أخرى إلى رويترز، وذكر الآتي إلى رويترز من خلال هذا التقرير. قال: الهجوم كان رسالة متعددة الأغراض لكثير من الناس والجماعات، والأمر متروك لهم في كيفية تفسيره، وأيا كان ما تخطط له بين قوسين إسرائيل من قطاع الطاقة إلى الزراعة فلن يتحقق. إذن نحن نتحدث هنا كما هو واضح في إشارة إلى قضية الطاقة، لأن اليوم هنالك مشكلة في الطاقة في العالم. القضية واضح جدا بأننا بدأنا نتغير من قضية قصف وموساد إلى قضية صراعات في الطاقة هنا، لأن هنالك طبعا المشكلة تكمن في روسيا الآن وفي الصراع الذي تعيشه روسيا الآن في أوكرانيا. فروسيا الآن لديها مشكلة أن العقوبات التي فرضت عليها هي ستمنعها من عملية أي تصدير للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وأوروبا ستعاني كثيرا بسبب هذه العقوبات. وهنالك أسباب أن العقوبات هذه ستستمر لفترة طويلة وطويلة للغاية في ظل التصعيد طبعا في هذه القضية التي تأتي ضد روسيا. وكذلك في نفس الوقت هذا الأمر هو الذي دفع بتقارب بين تركيا وبين إسرائيل في الفترة الأخيرة من أجل جعل إسرائيل أن تصدر الغاز الطبيعي الإسرائيلي مباشرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. بالتالي يريدون زيادة الإنتاج طبعا في الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وكذلك بأن تركيا تقاربت أيضا مع أقليم كردستان في الفترة الأخيرة. كان هنالك اجتماعا جرى الشهر الماضي بالسيد نجيرفان البرزاني رئيس أقليم كردستان، وكذلك بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل عقد اتفاقية اقتصادية متعلقة في تصدير الغاز الطبيعي قادمة من أقليم كردستان مباشرة طبعا إلى تركيا. ما المشكلة في هذه القضية؟ المشكلة بأننا أمام صراع للطاقة كما هو واضح. فإيران لا ترى بأن مثل هذه المشاريع ستكون مفيدة بالنسبة إليها. هنالك سبب لهذا الموضوع، فالعراق هو يعتمد كما نعلم منذ فترة طويلة، فترة ليست بالقليلة، وخاصة إيران تعيش فترة عقوبات كبيرة جدا منذ فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد تكون حتى هذه اللحظة هذه العقوبات التي جاءت بسبب الانسحاب من الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كان المتنفس الوحيد لإيران هي عملية تصدير الغاز إلى العراق من أجل أن يقوم العراق بعملية إنتاج الكهرباء بكل تأكيد. وبالتالي مثل هذه المشاريع هي لن تنفعهم، هي ستضرب تماما قضية الغاز الطبيعي الذي تصدره إيران إلى الداخل العراقي، خاصة وأن لديها مشكلة وإن كان هنالك نجاحا في المفاوضات النووية وعودة إلى الاتفاق النووي في فترة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إلا أن الحزب الجمهوري موجود ويتربص بهذه القضية ويبحث إلى إلغاء هذه الاتفاقية، وهدد في أكثر من مرة. ولذلك الإيرانيون يعلمون تماما بأن الجمهوريون إذا ما استلموا السلطة في عام 2024 أو أنهم سيطروا على الكونغرس الأمريكي بأي شكل من الأشكال، فقد تكون هنالك ضغوطا لعودة عملية الانسحاب الأمريكي مرة ثانية أو إنهاء لهذا الاتفاق، عودة إيران إلى العقوبات. وبالتالي مع مثل هذه المشاريع التي نتحدث عنها إيران في مشكلة حقيقية، وهي تحتاج أن تعمل على إدامة تصدير الغاز الطبيعي إلى الداخل العراقي. وكذلك الأمر الآخر بأن ترى بأن إسرائيل موجودة في مثل هذه المشاريع التي تعتبر العدو اللدود من منظور طبعا إيران بالنسبة إليها وبالنسبة إلى الأمن القومي الخاص بها. وعندما نتحدث عن روسيا والأزمة الكبيرة التي تجري هناك، فقبل أن نبدأ هذا البرنامج كانت رويترز تتحدث بشكل واضح بأن هنالك خطرا كبيرا الآن يأتي على أوروبا في قضية الغاز الطبيعي الروسي، لأن الروبل بدأ ينهار، الروبل تعرض إلى مشكلة، والعقود التي تأتي بين أوروبا وبين روسيا تأثرت كثيرا، فأصبح الغاز عندما يصدر من قبل روسيا إلى داخل أوروبا أصبح وكأنه فري، كأنه مجانا تشتريه طبعا أوروبا في ظل هذه الظروف والعقوبات القاسية التي تعرضت إليها. وكذلك هذا ما دفع طبعا السي ان ان الامريكيه والاوساط الامريكيه ان تتحدث ما اذا كانت روسيا في الفتره القادمه، خاصه بانها بدات تخسر من خلال العقود الطاقه التي حققتها مع اوروبا، بانها من الممكن لروسيا ان تبتز اوروبا في قضيه الغاز الطبيعي. لذلك العالم سيتعرض الى مشكله كبيره، والعالم بحاجه الى الغاز الطبيعي ان ياتي من اقليم كردستان او من اسرائيل او من اي دوله اخرى لا علاقه لها بهذه العقوبات التي نتحدث عنها بكل
بكل تأكيد. وبالعودة الآن إلى قضية الصواريخ البالستية التي سقطت على هذا المنزل الموجود في إربيل بهذا الشكل، كما هو واضح وتحدثنا بأن هنالك 7 صواريخ سقطت في رسالة أو عدد من الرسائل، كما يتحدث المسؤولون الإيرانيون بشكل مباشر كما نرى بهذا الشكل. ولكن هنالك نقطة أخرى هي تعرضت إلى بقية الصواريخ، هنا 7 صواريخ كما نلاحظ. هذا المقطع الذي طبعا نشر بعد تقريبا 24 ساعة أو حتى 48 ساعة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، كما هو واضح هنا سقط صاروخا واحدا، وهذه المنطقة هي ليست المنطقة نفسها التي يتواجد فيها المنزل، هي منزل الشيخ باز، طبعا هو يأتي إلى مسافة من هذه المنطقة. سنلاحظ الآن تأتي الصواريخ، هنا نلاحظ بأننا أمام صاروخ ثان وبعدها صاروخ ثالث ورابع، وكذلك سنلاحظ بأننا أمام عدد من الصواريخ، هنا الخامس وهنا السادس، وبعدها يأتي الصاروخ السابع الذي طبعا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. إذا ما ذهبنا إلى الأقمار الصناعية هنا أربيل، هذه هي المنطقة التي استهدفت كما تلاحظون. المقطع الذي شاهدناه طبعا هذا هو المنزل الخاص بالشيخ باز رؤوف كريم الذي ضرب ب7 صواريخ. المنزل والموقع الذي تحدثنا عنه هو يأتي بهذا الاتجاه، وهو ليس منزلا وإنما مركزا بهذا الاتجاه من خلال هذا المقطع الذي رأيناه. وبالتالي بقية الصواريخ 7 كما قمنا الآن بعد هذه الصواريخ سنلاحظ بأنها فعلا نزلت على هذا الموقع. هنا نحن نتحدث عن 14 صاروخا وليس 12 صاروخا كما تحدثت العديد من البيانات الرسمية، وهذا الموقع طبعا هو مركز موجود في إقليم كردستان وهو مركز مهم، وهو طبعا هذا الموقع وهي مجموعة بارزة التي هي متعلقة في الأمور الأمنية وغيرها. والنقطة الأساسية من هذه القضية هي ليست فقط عدد الصواريخ، وإنما الآن بالنسبة إلى منزل الشيخ باز رؤوف كريم بدأت تتوضح العديد من العلامات والعديد من التسريبات التي بدأت تأتي هنا وهناك، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هنالك تفسيرات قادمة حول ما جرى إلى هذا المبنى ولماذا هو كان هدفا بهذه 7 صواريخ التي كانت واضحة من المقطع المصور الذي طبعا شاهدناه. وتبقى هنا الأسئلة الرسمية والأمور الرسمية التي ينتظرها الجميع قد تأتي بشكل مباشر من لجنة تخصي الحقائق التي يرأسها السيد حاكم الزاملي بكل تأكيد، وهو النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي والذي يبحث عن الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بهذه الأمور. الجميع ينتظر من لجنة تقصي الحقائق البيان الرسمي، ما إذا كان هنالك ما تدعيه إيران مقرات للموساد حقيقية أم إنها كانت قضية متعلقة برجال أعمال غربيين وغيرها، وأن هنالك اتفاقات اقتصادية لا علاقة لها بالسياسة بأي شكل من الأشكال.